اهلا بيكم، معاكم دكتورة رشا مختار من قناة سكولا كيدز. تابعونا وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. ومكملين في منهج 2.0 chapter 1 lesson 5 the circle. نوجا مستنيانا، يلا بينا نروح على نوجا. ايه ده انت بتلعبي في حاجتي يا نوجة؟ هو دي حاجة حضرتك؟ يا نوجة تخيلي، انا لقيتها هنا. ده انت عشان بقى تيجي تذاكري معانا بقى، تحبي المذاكرة. النهاردة درسنا عن ذا سيركل. انا قلت انها لعبة. شفتي وقعتيها ازاي؟ سوري. وقعتيها. اجيب واحدة تانية. سيركل نو سايد نو كورنر. سيركل شايفاها؟ ايوه شايفاها. بعد كده ما تلعبيش في حاجتي لو سمحتي، احط حاجتي وارجع الاقيها مكانها. اوكي انا عندي الاطفال ما بيلعبوش بحاجة مامتهم، وانت ما تلعبيش بحاجة اصدقائك. ممكن اعمل لها سيركل؟ هي بتحب السيركل؟ ايوه حلو. يلا ديروها سيركل. اوكي شاطرة يا نوجة. بصوا معايا هنا، سيركل the first letter of the word circle is C. The first letter of the word circle is C. capital C small C. كبيرة. ايوه capital big small capital small. No sides no corners. شايفة لها سايدز؟ عارفة يعني ايه سايدز يا انسة؟ يعني ايه سايدز؟ يعني خطوط او اضلاع. شايفة فيها اي خط تقدري تمشي عليه؟ لا. امال انت لو مشيتي على الخط ده ايه اللي هيحصل؟ اتعوري، اموت، يحصل لي حاجة. بعد الشر عنك يا نوجة. طيب عندك كورنرز تقدري تخبطي فيه؟ لا خالص. يبقى نو سايدز نو نو ايه؟ سايد نو كورنرز. شفتوا هنا السيركل فرحان ان هي عندها سايد عندها ايش؟ كورنرز. ايه ده؟ مون قمر. القمر لايك ا سيركل. ايوه. بيتزا. انا بحب البيتزا جدا. انتي كمان؟ انا بحب البيتزا جدا. وانا برافو. وباخد برضو العلب وبعمل منها اشكال. وانت كمان؟ انا بحب العب. انا بعمل منها اشكال وبحطها على حائط الانجاز بتاعي. وحضرتك عندك حائط انجاز كمان؟ طبعا كلنا لازم يبقى عندنا حائط انجاز. انا جايبه عندي فرخ كده فوم كبير، وجايبه جنبه فرخ ورق كريشه، وعملت بيه حائط فوق السرير بتاعي، وكل حاجه بقصها او بعملها شكل فني بلزقه عليها. ايوه انا بعمل كده. انا وسيم، انا اعمله وسيم يشيله. لا المره الجايه نجيب لزق دبل فيس ونلزقه على الحيطه بيه، على الحائط الانجاز مش على الحيطه على طول. على الايه؟ نلزق وسيم؟ لا مش وسيم، الشكل بتاعنا. ماشي حاضر. انت دمك خفيف قوي. لا جميلة وكيوت قوي. طيب ويل كاوتش العربية سيركل. سيركل. اوكي طيب دي سمول سيركل. لو عايزة اعمل بيج سيركل اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ استنوا كده اما اجيبها من تحت اخبيها من نوجة. ايه رايكم؟ big circle small circle big. قولي كده big. small small small. قولي small. طيب big big big. The first letter of
of the word big is B. Small. The first letter of the word small is S. Small. Big. Small. شطورة بيعجبني فيها انتباهها زيكم بتقلدكم يا ولاد. شطورة يا نوجة. شطورة يا أطفال. سقفولها. انت كمان أقولها. اوكي وممكن مامي تعملها لك في البيت هتبقى افيد واحلى. حاضر ماشي. وانا كمان هعمل لبنوتي معايا بيتزايه جميله هحط عليها طماطم هحط عليها فلفل هحط عليها حته فراخ صغنونه شويه جبنه واعمل احلى بيتزا في البيت احلى من بتاعه بره. ماشي قولي لماما ونكمل الحلقه. اوكي يا نوجة هتروحي مع اطفالي هناك تقعدي معاهم وتستنينا وتكتبي معانا and draw a circle. بحبك قوي. وانا بحب حضرتك قوي. باي. ونكمل circle 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 circle. في ايه حوالينا في الأوضة circle؟ ها في حاجة حوالينا circle؟ ها انا شايفة عندي مثلا ايد الباب شكل سيركل. ها وشايفة لمبة فوق على شكل سيركل. ايه كمان؟ واو وش الكوباية سيركل. حاجات جميلة. طيب تيجوا معايا نعمل سيركل. طيب يا تيتشر احنا عايزين نعمل سيركل. في حاجة اسمها فوم جليتر ده بيتباع في المكتبه بيعمل معايا اشكال حلوه جدا للاطفال وبتبقى مشوقه بيبقى ظهر كده وظهر كده. ممكن احتاج ده على فكره بستخدمه احيانا وبستخدم ده. يعني لو انا مثلا ما عنديش الا فرخ واحد هستخدم ده اللي هحطه والزق هنا سيركل. ما عنديش الا فرخ واحد هحط هنا جليتر السيركل بالفوم الجليتر. تعالوا اما نشوف. ها هعمل كده هقص منها حته غطاء ازازة عادي اهو احطه هنا وياخد عليه المقاس بتاع سيركل. ارسم كده. طبعا مامي فاهمة اللي انا بقوله ممكن على فكرة الطفل يساعدك جدا. وبعدين هقصه سيركل كده. سيركل the first letter of the word circle is C. circle C. ممكن انا عندي اهو كده احط الوش التاني اللي هو السادة كده بقت باينة قدامي. circle no sides circle no sides circle no corners sides no sides no circles. sides يعني ايه يا ولاد؟ يعني خط وكورنر خطين في بعض sides. يبقى هنا ده اسمه corner لكن ده اسمه side. corner side no sides. عنده خط؟ no. عنده زاوية؟ no. no sides no corner. يلا بينا circle 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 من اول حصة واحنا شغالين مع بعض. circle circle circle. شطار برافو. طيب ده اسمه فوم جليتر. عملنا circle بحاجة بسيطة غطاء ازازة. طيب يا تيتشر انا ما عنديش فوم جليتر ومامي مش فاضية تنزل تجيب لي فوم جليتر. انا جبت علبة الوافل دي مثلا لقيت ظهرها اهو بيلمع استخدمته ما رميتوش طالما نظيف هحط برضو الغطا بتاعي وارسم سيركل. يلا بسرعه ونقص بسرعه مش هياخد مننا دقايق. طب يا مامي انا خلصته اعمل ايه؟ بصي يا مامي اعملي لطفل لوحه انجازات في اوضته. بمعنى ايه؟ بمعنى ورا السرير هجيب قماشه جميله كده شيك عندي او برواز فاضي اعمله انا اصممه كمامي وكل حاجه بنعملها الطفل بيعملها عمل فني احطها له ورا سريره. بعلقها بحته دبل فيس بعلقها بسنه شمع ما بتاخدش مني وقت. بس انتوا مش متخيلين مثلا لما يجيله قريبه يجيله خاله يجيله عمه يجيله اي حد
هيجي بقى يوري له لوحه الانجازات بتاعته، رايح جاي بص على السي، بص على سيركل، بص على الكلام ده كله. هنعمل برضو في الاعمال الفنيه ازاي نستخدم الفوميجليتور بشكل ادق. على فكره نازل منه موديلات جميله جدا، مش هيبقى غالي جدا على فكره الفوميجليتور، وفي مناطق بيتباع فيها باسعار فوق الجمله كمان، فحاولوا تشوفوه يا جماعه. طيب انا عملت ده وجبت ورقه، ظهر الورقه رحت حط عليه سيركل، بقت سهله سيركل، مش محتاجه دي خالص، نزلتها حطيتها على اللوحه سيركل، قصيت وزودت كمان، ازود هزود واوريكم حاجه ثانيه. The first letter of the word circle is C. The first letter of the word circle is C. Circle. C. Circle. بصوا كده. Circle. C. Circle. C. C. Circle. C. سهلة؟ لزقتهم بالدبل فيس على لوحة الإنجاز بتاعت طفلي. خدتش مني وقت وما تعبتنيش، صح كده؟ يلا بينا نكمل مع بعض. Choose the circle، نختار circle. The first letter of the word circle is C. The first letter of the word circle is C. هنبص مع بعض. Circle. ها. One. Again. Two. ها. أيوة 3. How many circles؟ أنا حطيت السؤال بتاعي لنفسي. 3 circles. The first letter of the number 3 is D. How many circles؟ 3. What is the first letter of circle of the word circle؟ C. Small C. خدتش مني وقت، رجعت number 3 وكتبت the letter T، كتبت the letter C، رجعت كذا letter ورجعت النمبرز، وانا في نفس السؤال التاتش بتاعي، فين التاتش بتاعك انت؟ How many circles؟ كم عدد السيركلز؟ on how many؟ كم عدد؟ عد يعني؟ اوكي count. هننزل الصور. طب تغمضوا عينيكوا؟ ها؟ بسرعة! افتح عينيك! يلا بينا! How many circles? Huh? Circle? No. Circle? No. Circle? No. Circle? Yes. Circle? No. Circle? Yes. How many circles? Two. Bravo. Huh? Negative two? Huh? Excellent. The first letter of the word two is A. T. Excellent. T. T. Tattoo, two, T, 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 T. نكمل. Circle, C, circle, C. أهو قلنا لنا حاجة هو اللي قال لنا. تفضل معانا يا عمنا. T, T, T. نكمل اللي بعده. How many eyes in the circle? How many eyes? يلا بينا نعد كده من غير ما نيجي جنب العينين الجميلة دي. One, two. Aha, two. T, small letter is T, two. The first letter of the word circle is A. Ha, ha. C. Huh? C. The first letter of the word circle is C. طب هنا أنا بقى التاتش بتاعي إيه؟ أنا هحط التاتش بتاعي. Capital C. Small C. Capital C. Small C. Capital C. Small C. Circle. Big. Small. يلا بينا نلعب لعبة رنونة. بسرعة بسرعة بسرعة. بصوا أنا هعمل big circle بسرعة. مامي مش ضروري ورقة ألوان، ممكن ورقة أبيض بيضة عادية عادي جدا، والمقص ما بنستخدموش إحنا كأطفال عشان ما نضايقش مامي. أوكي big circle. Next one.
small circle, big circle, small circle. بسرعة انا هعمله مامي، انت ممكن تدي له مقص صغنن اللي هو البلاستيك ده هيساعده جدا. big small big small big small big small big small. يلا كده قولوا big. برافو. small big small. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا دي بصوا دي، ها ها big circle. ب ب يلا بينا 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 نلف 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 big circle. نكبر البيج. ايوه مش مكفياها. بي بيج. اس small small big small. يلا بينا نشوف اللي جاي لنا. هتغمض عينيك ولا نزل على طول؟ هاي big big. ها ادينا كلنا كده small. excellent. يلا بينا نلف السيركل سيركل 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 سيركل. small small. ها again فين تاني small small. ها big لا ملناش دعوه بيك، خلينا في small. small big small. excellent. ها نكمل هنا and small big and small. طيب هنا باك، تيجوا نلون هنا الباك with red. ايه رأيكو ونكتب له the letter B. okay B big B big small small big small big small big small big small. okay تيجوا نراجع على number موجود معانا. How many ducks? 1, 2. Let's write 2. 2. The first letter of the word 2 is T. The first letter of the word 2 is T. Excellent. Bravo. طيب تيجوا نعد البولز اللي في ايدين كده. Clown. Ha. 1, 2, 3. 3. The first letter of the word 3 is T. T. okay نرجع بسرعة. C circle big small. مش محتاجين نشتري حاجات من المكتبة كتير غالية، ممكن استنى ورقة فايل اعمل بيها، ممكن بس اخلي بالي لان الفايل ده خطر برضو، ممكن بيتحط في البق وممكن يشوك ممكن يعور، فدايما نبقى حريصين معاه. فايل ممكن استخدمه، علب قديمة، علبة البيتزا اشتغل منها، الحاجات دي كلها وبتجيلنا متلونة وجاهزة. Circle, the first letter of the word circle is C, capital C, small C, small, big, small, big, small, big. Excellent. نكمل اللي بعده. يلا. Trace. ايه البنوتة الحلوة دي؟ شايفين لابسة تي شورت جميل جدا، شعرها ملموم بتوكة شيوكة جدا، ما تتغيرش عنكم في شياكتكم. يلا تشك 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 تشك. يلا بينا قولي كل يقول يلا تشك 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 تشك
تريس تريس كده احنا عملنا تريس. طيب درو مش صعبة. درو خلصنا. طب the first letter of the word circle C. طب تيجوا نحط هنا small C. C. ايه رأيكم في اللعبة؟ circle circle. مطلوب منكم كل واحد يصور لي ثلاث حاجات في بيته يحتوى على circle. بعتوها لي على طول وهستناكوا. انا بحبكوا جدا 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 وهستناكوا في الحلقة الجاية. المامي ما تنسوش تعملوا شير للحلقة، صدقة عنكم وصدقة لولادكم، حاجة بسيطة ومش هنحس بيها عشان المعلومة تنتشر. انا بحبكوا جدا جدا جدا. I love you. Bye bye.